وجمهور أولمبي المدية كان رياضيا إلى حد بعيد في لقاء الديربي بين اتحاد البوليدة الذي كان سباقا في الهجوم عن طريق أوزناجي وكذلك ميليكا بودينا واللاعب كريفالي. خطأ من الحارس خلدي كاد أن يكلفه هدفا عن طريق اللاعب بن عيسى. هجمة معاكسة قادها اللاعب مسعود رقم 9 ومرر ناحية حايدي الذي يضيع كرة من ذهب وينتهي الشوط الأول بالتعادل 0-0. وهذه المحاولة من كريفالي وتألق الحارس برجيكا ثم كاد فريق اتحاد البوليدة عن طريق حبيا أن يسجل الهدف. ومحاولة في الدقيقة 15 من الشوط الثاني تمكن اللاعب مسعود من افتتاح باب التسجيل في الشوط الثاني. يرد بقوة فريق اتحاد البوليدة لكن وجود الحارس برجيكا حال دون الوصول إلى الشباك. ثم محاولة أخرى من جانب اتحاد البوليدة وميليكا بتسديدة قوية يسجل هدف التعادل بالنسبة لاتحاد البوليدة ومدربه سليم مناد. فرحة كبيرة لجمهور اتحاد البوليدة. محاولة أخرى لكن تدخل موفق لهذا الحارس الذي يعد بالكثير الحارس حارس أولمبي المدية برجيكا. فتحة من أوزناجي تجد رأس حامية الذي يضيف الهدف الثاني ويتأهل فريق اتحاد البوليدة للدوري القادم. وتحكيم جيد للسيد ميال ومساعديه في روح رياضية عالية ينتهي اللقاء.